مرحبا، معكم احمد صالح في فيديو جديد من سلسله كونترا ان. سلسله كونترا ان هي فيديوهات تستهدف طلبه الكليات الطبيه بهدف معرفه ايش الادويه ممنوع استخدامها في حالات مرضيه معينه، عشان انت كدكتور تكون انتكتك. قبل ما نبدا في موضوع اليوم، وقف الفيديو، انزل تحت، اعمل سبسكرايب، اضغط على الجرس. ليش؟ عشان تكون أول من بوصله كل جديد. موضوع فيديو اليوم حيكون عن الـ B9 Prosthetic Hyperplasia وليش ممنوع استخدام دواء بيثانيك فول لإلهم. تضخم غدة البروستيت الحميدي أو اللي بنسميه B9 Prosthetic Hyperplasia يعد من أشهر الأورام عند الرجال ومرتبط بشكل رئيسي مع التقدم بالعمر. وين هي أصلاً غدة البروستيت؟ توجد غدة البروستيت أسفل المثانة وتحديداً حول بداية مجرى البول اللي بنسميه اليوريثرا. عند حدوث ورم بهاي الغدة شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه الانقسام الخلوي بيصير له اضطراب، فبتنقسم الخلايا بشكل كبير وغير مسيطرة عليه. بيزيد عدد الخلايا، بتزيد الكتلة تبعت الغدة. عند زيادة الكتلة للغدة البروستيت راح تكون على حساب مجرى البول، فراح يصير في عندنا تضيق في مجرى البول لأنه الغدة حواليه، ولما يتضيق ممكن يؤدي إلى انسداد، وراح يصير في عندنا احتباس في البول داخل المثانة. نيجي للمستقبل اللي بيشتغل عليه الدواء. يوجد في الجدار الخارجي للعضلات الملساء في جدار المثانة أو اليورينري بلادر والصمام البولي اللي هو يورينري سفنكترز مستقبلات من نوع المسكارينيك، وتحديداً النوع الثالث M3 ريسبتورز. عند تفعيلها شو اللي بيصير؟ الجي كيو كاسكيد بتفعل، ولما يتفعل بينتج عنه شغلتين. أول إشي على المثانة بيصير في عنا تقلص في عضلة المثانة اللي بنسميه يورينري بلادر كونتراكشن. الشغلة الثانية بيصير في عنا ارتخاء للصمام البولي اللي بنسميه ريلاكسيشن اوف يورينري سفنكتر، وبالتالي يندفع البول من خلال مجرى البول او اليوريثرا نحو الخارج عشان نعمل البيبي. نيجي للسؤال اللي حكيناه في بداية الفيديو، ليش ممنوع اعطاء مرضى البيناني بروستاتيك هايبربليجيا دواء البيثانيكول مع انه احنا كدكاترة بنوصف هذا الدواء لاحتباس البول؟ شو الفكرة؟ دواء البيثانيكول يعد محفز لمستقبلات الـ M3 ريسبتورز او اللي بنحكيها M3 ريسبتور أجونيست. فعند استخدام هذا الدواء من المفترض شو اللي يصير؟ من المفترض انه يصير في عندنا انقباض في المثانة، ارتخاء للصمام البولي، وبالتالي البول يطلع لبرا. ولكن عند مريض البيناني بروستاتيك هايبربليجيا وجود الورم حوالين مجرى البول راح يمنع توسع الصمام، فراح يصير في عندنا تقلص لعضلة المثانة والصمام ما راح يقدر يتوسع، فراح يكون في عندنا تصريف مسكر، راح تنقبض عضلة المثانة وما فيش تصريف، راح يزيد الضغط داخل المثانة وممكن تؤدي إلى انفجارها اللي بنسميها رابتشر بازايكا أو اللي بنحكي لها يورينري بلادر رابتشر. لهيك أي مرض عنده بيناني بروستاتيك هايبربليجيا أو أي سبب آخر أدى إلى احتباس البول ويكون عضوي اللي بنسميه أورجانيك أوبستركشن ممنوع توصف له دواء البيثانيكول. سؤال اليوم، من خلال دراستك للطب ومعرفتك بدواء البيثانيكول، شو استخدامات هذا الدواء؟ لو كنت تعرف اكتب تحت بالتعليقات. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، شاركه مع زملائك عشان الفائدة تتعمل. سلام.